لك هذا كردان أمي، لك إيه كردان أمي، بالعلامة مكتوب على كل واحدة من ليراته اسم اللي ورثته. ليك هاي فريدة وهي وفيقة وهي سميرة واسم أمي كمان، اسم أمي. هذا كان قبل 5 سنين، كان معها، إجا واحد فات لعندها قتلها بسرعه. منين جبته ولا؟ منين جبته؟ لك حرامي لك! والله يا فايز تعريك ما أنا كريم، بس هو يكون حس عليك أو عرف شيء أو عرف مين أنت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، حتى ما أعرف مين أنا. حلال عليك وحش معلم، عن حقا يعني القردان مسروق. شو هالتخبيص هاد؟ لا لا هلا مو حكي، حكي ابو عزو. ابو عزو غلطان؟ بس قال انه فايز. حط عينك بعيني وفهمني منيح، خذ هدول، خذ هدول حطهم بجيبتك ولا تفتح الموضوع منه بسمعان. تأمر انت، يلا توكل على الله. يلا يلا. السلام عليكم. الله وكيلك يا مختار، ما عرفت شيء عنه الا انه من الحاره التحتانيه. وليش ما دقست عنه وعرفت منو اهله وين بيشتغل؟ خفت يحس علي ويوم يهرب وانت تنقرق مني. مزبوط، قال لي هيهرب، لهيك جيت لعندك لحتى اعرف شو ساوي. تحمل ضربة رياء وتروح انت وحده وجميل وتجيبوا لي اياه لهون. امرك مختار، بس شلون؟ انا رح اقول لك شلون. يا معلم فايز، يا معلم فايز، دكانتك عم تحترق يا معلم فايز. عصري عصري، الدكان عم تحترق. لا يا ابو شايف. يلا 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 امشي معي ورا حركة. يلا امشي امشي تحرك. دخيلك يا ربي ولي على قامتي على هالمصيبة. مسكين يا فايز، لساته ما فرح بالدكانة قامت احترقت. يا ربي دخيلك، يا رب تجيب العواقب سليمة يا رب. اهلا وسهلا بي فايز. فايز اسمع يا فايز، انا لهلا ما رح اقتلك، بس اذا ما اعترفت شلون فت وسرقت الكردان وقتلت امي رح اقتلك. بس مختار انا ما قتلت امك ولا سرقت الكردان. لكن منين جبته؟ اشتريته، اشتريته مختار. منين اشتريته؟ الصاغة. الصاغة، وديش دفعت حقه؟ كثير. يعني قد ايه؟ كثير 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 مختار، كثير. مالك رح تعرف؟ لأنك سرقته ما اشتريته. اسمع فايز، إذا ما اعترفت من هون لبكرة الصبح شلون سرقته وشلون قتلت أمي رح سلمك للكركون. بس يا مختار انا والله ما قتلت ولا سرقت. يا مختار بترجاك يا مختار، والله ما سرقت ولا قتلت. خدوه 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 على المي مختار. امرك خدوه، قوم خدوه. حراك طولت كثير يا فايز، كان لازم يرجع ويطمني عنه. شو بدي اعمل؟ شو بدي أعمل؟ يا رب يا رب يرجع ابني ويقول لي إنه الدكانة ما صار لها شي بنوم. يا رب يا رب أنت تحميه وتحمي له دكانته. يا رب ما لنا يا رب يا رب. الله وكيلك أخذني غدر وهرب من الحرام. شو هالحكي؟ روح على حالته دور عليه. يلا امرك مختار. يلا قال اخذوا غدر. وانت شو قلت لهم؟ ما قلت لهم شي بنو. معناته احمل حالك واطلع برات الحاره، لا تخلي حتى اشوفك. يلا مشان هيك جاي لعندك. مشان شو جاي لعندك؟ يعني بدي شويه مصاري او ما
مكانه تقاوفي. مكان تتقاوى فيه ما عندي، مصاري وعطيتك. عطيتني بس راحوا. لا حول ولا قوة الا بالله. سيكلوا بصوف لك يلا. صحيح هدول ما بكفوا بس رح دبر حالي فيه. لا حبيبي لا. هدول شايفهم بكفوا ثلاث زلم لمدة اسبوع مو زلمة واحد. سيك يلا الله معك روح يلا. اسمعني ما رح اطلع من هون الا وامي معي عم تفهم؟ خلص روح هلا امك بعدين بتاخذها روح. ما رح اطلع الا وامي معي. لك شو بلا معيز؟ عم اقول لك روح اتكل على الله روح. بسرعة بدنا نترك البيت يلا. لك ليش بدنا نترك البيت؟ يه خير ان شاء الله مين جاينا بهالوقت؟ يا مو زي كركون ولا مانيو. ايه طيب خلص انت روح تيسا. روح افتح الباب. حكومة خير ان شاء الله يا اخي شو بتري؟ وينه ابنك؟ ابني مو هون شو بدك منه؟ فوتوا فتشوا البيت. لك ليش حتى يفتشوا البيت؟ ابني شو عامل؟ يعني ما بتعرفي شو عامل؟ لا والله قال لي شو عامل؟ الا ما اكبشوا. يا سيدي والله العظيم هذا الحكي مو مزبوط بنوب بنوب. يعني مو انت اللي قتلتها لعزيزه؟ اعوذ بالله سيدي انا ما ممكن اسوي هيك شيء. طيب الكردان من عند اي صايغ اشتريته؟ الكردان؟ والله نسيت ما نسيت. انت اللي نسيت ما؟ نزلوا تحت خليزة. لحظة سيدي طول بس حرك يا سيدي طول بالك. هذا نسيت اقول ليش هيك عم تطلع فيني فايز؟ انا ما دخلني. ساعده هو اللي شهد مع ابو عزو انك انت اللي اعطيته الكردان. ونسوان الحارة كله لما شافوه قالوا انه هذا الكردان تبع عمر المختار. مشان هيك التهمة لابستك لبس. بس القردان انت اعطتني اياه مشان اتبرع فيه صح؟ صح بس ما حدا بيعرف في هذا الموضوع غير انا وانت. شو اصلا؟ لك حبيبي قصدي انه انت لازم تسكر تمك وما تحكي عن الموضوع نهائيا. لانه انت اللي حطلك بالحبس لو اعترفت علي شو بدي اقول انا؟ بدي انكر ولا حدا برا. بتكون هيك خسرت مين يصرف على امك وعلى اختك. مشان هيك سكرت امك. ولا حرف. مشان دير بالي عليهم. خاطرك. أداب. الشغلة فايز شو بده مني باعت وراي عالكركون؟ لو بروح شوف شو فيه عسى خير. وليش ما حكيت هالكلام هذا ليوز باشي؟ كنت مفكره رح يطالعني بس هو غدا فيني ولبست التهمه شو ما حكيت حتى زدناه حدا رح يزدني. طيب احكي لي كل شيء واللي وين ساكن وانا بطالعك فورا. احكي لك انا يا سيدي هو ساكن بحرام ثانيه. الف الحمد لله يا ربي. الله يخليك. الف الحمد لله اللي رجعت لي بالسلامه يا حبيبي. تعي يا تعال الله يرضى عليك احكي لي شو صار. تعال طمني عنك احكي لي من اولها قلي شو صار. ما حبيت جيب لك الكركون. انا بذات نفسي اجيت لعندك. وحد الله واسع مشان شو بدك تجيب الكركون؟ ليش سرقت امي وقتلتها؟ ليش؟ وحد الله واسع. أنا ما بعرف هالشيء النوم. ف
فايز حكى لي كل شيء. فايز؟ كذاب فايز كذاب. قل لي ليش هيك عملت؟ معذور مش احلف لك، مش احلف لك انه انا لا بقتل ولا بسرق. لك مين؟ معذور انت بدك العنب ولا بدك تقتل الناطور؟ بدك العنب مضبوط. خلص العنب لا يوصلك، وحد الله، وحد الله بس، وحد الله. معذور هاي الكرتون مشرف صار عندك، بس ان شاء الله السيره لحق بتاعها ان شاء الله. مين قتل امي؟ مين؟ لك مين؟ 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 أمي الله يرحمها. إيه أمي الله يرحمها هي اللي قتلت أمك بالغلط. نحن من شي 5 سنين كنا فقراء، ما كانت أحوال المادية هيك. أمي الله يرحمها كانت تشتغل خياطة من شان تصرف علينا. كانت تروح لعندكم على البيت تخيط لكم، تخيط للوالدة. بالصدفة هيك طلعت شافت كردان الذهب. عم الشيطان لعب بحالها. الله يسامحها. المشكلة إنه أمك الله يرحمها شافتها. شافتها وصارت تعيط عليها وصارت بدها تفضحها. لك أمي لميت وقتها. لميت صارت تقول لأمك إن شاء الله كده. إن شاء الله فضايح خذي الكردان بس بلا فضايح. أمي قالت لها لأمك إنه أنا عندي ولاد شباب لا تفضحيني من شان الله. أمك ما رضيت. صارت تعيط بأعلى صوتها وتركض على باب البيت. أمي لحقتها بكمشتها وقالت لها إن شان الله لا تعيطي، قامت وقعت أمك على قصة ومات. وأمي قبل ما تموت وصتني انه رجع لك الكردان ان شاء الله رب العز والجلالة يغفر له، وانا رجع لك يا وشو بدك انا جاهز يا ابو عزو، شو بدك انا جاهز. ظني فيك انك صادق وانا كفو يا الله. الله يسامحك ويسمع عنك. الله يسامحك ويسمع عنك. الغلط غلطي يا أم، الغلط غلطي. كان لازم ما أقبل على البراتها. يعني انت شلون كنت رح تشك فيه وهو عم يقول لك انه امه وسطه يبيع الكردان ويعطي حقه للفقراء بدون ما حدا يعرف؟ انا لا يسامحه ولا يوفقه. يلا حصل خير يا ابني، معلش. انه خير يا ام، انه خير. انحرست وسمعتها صارت على كل لسان وما عاد اشتغلت، انه خير. لك يا حبيبي تنذكر وما تنعاد، والله يعوضنا عن هديك الايام بايام احسن يا رب. توبة يا الله، توبة عيدة يا والله توبة. والله ما عاد عيدة لا والله. الله يرضى عليك يا حبيبي.